ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده جايه ارد على اسئله كتير الناس بتحتار فيها، هي المقاسات، ازاي ناخد المقاسات او ازاي نقيس الشغل اللي احنا هنشتغله وما نهدرش الخيط. وكمان هشرح لكم الغرز الاساسيه بالمره اللي عاوز يراجع عليها او ما تعلمهاش خالص. انا جبت الخيط ده، خيط محلول سمك 3 مللي طوله متر. انا كده هستخدم فرع واحد بس طوله متر، يعني لما اقسمه بالنص هيبقى طول الفردة 50 سنتي. نركز على المقاسات ديت واحنا عم جبت الخيط وهبدأ ان انا اربطه على الخشبة او العصاية بتاعتي. بصوا يا جماعة، دي طبعا ايه غرزة البداية اللي احنا متعلمينها متعودين عليها، غرزة البداية. طيب انا عايزة اعرف غرزة البداية دي خدت مني قد ايه. افكها كده مروحة بس. اوكي، دي المساحة بتاعتها هيت. تعالوا نشوف طولها قد ايه. 10 سنتي. طبعا 10 سنتي وعشرة سنتي 20 سنتي، يبقى بعمل 20 سنتي لغرزة البداية. دي اول حاجة بعمل حسابها في الخيط بتاعتي بتاعي. اوكي، يبقى غرزة البداية اي شغل عندي هعمل حساب غرزة البداية انها 20 سنتي. تمام، ادي عمل غرزة البداية، وادي فرع كمان متر، يعني الفرع يعني الفردة لوحدها 50 سنتي. تمام، اشوف بقى هتديني قد ايه لما اعمل بيها الغرزة المربعة. تمام، نعمل الغرزة المربعة مع بعضينا زي ما احنا اتعلمنا. بعمل دي كده، نجيب الخيط هنا كده و الخيط ده كده، ومن تحت اشدها. اوكي كده، ايه ادي واحده بدأتها باليمين فالغرزه جت في الشمال، فهبدأها شمال حط يمين اهو. تمام، هجيب دي على دي، هجيب شمال هنسكت دي كده هنا. تمام، الغرزة المربعة معايا. الهدر هنا، الهدر هنا اهو. تعالوا نشوفه كده، المتر اداني قد ايه غرزة مربعة؟ ما كملش حد 9 سنتي. 9 سنتي، يبقى ادتني قد ايه؟ يبقى المتر فرد مش مجوز اداني 9، انا هقول لك 10 سنتي شغل. تمام، المتر طبعا هنا فرد يعني 50 سنتي، يعني 50 سنتي، كل 50 سنتي ادتني 10 سنتي. الهدر هنا، ده الهدر هنا. يعني ايه الهدر هنا؟ انا كنت عملت معلقة قبل كده، اول معلقة في المكرمية، اللي ما شافش الفيديو يا ريت يرجع ليها. لما جيت اعمل في الغرزة قلت ان الغرزة المربعة والغرزة الملتوية الخطين دول او الحبلين اللي في النص دول احنا بنشتغل عليهم بس، ما بنشتغل عليهم بس يعني ما بنستخدمهمش. يبقى انا لما اجي اتني الخيط
ابني الاطراف اطول واثبت الخيط اللي في النص على حسب المعلقة اللي انا عاوزاها. يعني يا جماعة، مثلا انا لو المعلقة الاساسية بتاعتي اللي انا عايزة اطلع الناتج النهائي بتاعها طولها مثلا 20 سنتي، يبقى باخد الطرف اللي في النص دوت 20 سنتي، واخد بقية المتر في الطرف اللي بره اللي انا هشتغل بيه الغرز. واضح الموضوع دوت بيحصل بس في الغرزة المربعة والغرزة الملتوي. ليه؟ لان الخطين اللي في النص او الحبلين اللي في النص ثابتين، ما بيدخلوش في الغرزة، فبدل ما اهدر الخيط كتير، لأ انا بشوف بس طول الفرع اللي انا عاوزاه طوله ايه، وباخد الباقي الخيط في الطرفين اللي على الطرف بس عشان اشتغل بيهم ويوفر معايا خيط. واحدة قصيرة واحدة طويلة. ليه؟ لان دي ثابتة، الحبل اللي في النص ده ثابت، شوفوا طوله كده، فده بيوفر معايا في الخيط. بصوا مثلا طولها هنا 22 سنتي، تمام؟ يبقى طولها هنا كام؟ 22 سنتي. هعمل التانية برضو، مثلا لو المعلقة بتاعتي عايزاها 22 سنتي، او اساسها الطول بتاعها اللي انا عاوزاه 22 سنتي، يبقى انا اطول في الاطراف واقصر في الحبل اللي في النص علشان انا بشتغل عليه بس. انا بشتغل عليه ايه بس؟ الاتنين هما مع بعضهم دول هما، يبقى انا كده بوفر في الخيط الايه؟ في ده، بوفر في اللي انا بشتغل بيه. اوكي، يبقى انا عندي في الغرزة المربعة والغرزة الملتوية اللي انا هعملها لكم دلوقتي، تمام، الخيط اللي في النص دوت ثابت ما بنستخدمهوش، فانا بعمله بطول المعلقة اللي انا عاوزاه. يعني لو طول المعلقة بتاعي متر، بخلي الطول ده متر واطول في الاطراف دي، يبقى بيوفر معايا في الاطوال دي. لو عايزاها 50 سنتي، بخلي دي 50 سنتي وبطول في الاطراف التانية. اتمنى ان الفكره تكون وصلت. تعالوا بقى نعمل الغرزه الملتويه. ايه الفرق بين الغرزه المربعه والغرزه الملتويه؟ ان الغرزه الملتويه بتبقى في اتجاه واحد بس، بشتغل على اتجاه واحد. هنا كنت بشتغل فرده يمين فرده شمال، اما هنا هشتغل على اتجاه واحد بس. مثلا هشتغل على ايه؟ الاتجاه اليمين. ارجع تاني اعدل الخيط بتاعي، احط دي هنا ودي عليها، واجيب دي من تحتيها. واشد خيطي، تمام. ارجع تاني احط دي كده واحط دي عليها كده واشد من هنا. تمام، هتلاقي الخيط بدأ يلف معايا بس هو لسه ملفش قوي. يبقى اعمل الغرزه دي كمان من اليمين. اوكي، واجيب دي من تحت، لفت معايا، خيط اليمين جه في الشمال والشمال جه في اليمين. تمام، اعدل خيطي وارجع تاني اشتغل غرزه اليمين، يجي عليها الخيط هنا، ارجع تانيني شغاله على اليمين، ما بغيرش اتجاه الغرزه. تمام، مره كمان يلا كمان. اوكي، تمام، ها الخيط بدأ يلف معايا، فبجيب الحبل دي في اليمين، اليمين وشمال في الشمال. شفتوا؟ دول نفس الطول، الأطراف هي اللي بتقصر معايا. اهو يمين يمين. اشتغل على اليمين. اوكي، مرة كمان، وهتبقى آخر واحدة. تمام كده، مش هجيب مرة كمان، هجيب غرزة كمان وغرزة كمان. تمام كده، تعالوا نشوف المتر بتاعي اداني قد ايه في الغرزة الملتوية. اداني 12 سنتي، يبقى ال 50 سنتي ادتني 12 سنتي.
طبعا اداني 12 سم عشان انا طولت الاطراف، شايفين اللي في النص ثابت اهو، الاطراف هي اللي خلصت تمام، يبقى عشان انا وفرت فاداني 2 سم فرق. شوفوا بقى الفرق هنا، فرق هنا في الخيط ده، ده كل ده هيبقى هادر وده مش هيبقى هادر، وكمان اداني 2 سم غرزه ازيد تمام. طيب احنا نتوقف دلوقتي على الغرزتين دول، يبقى نيجي نحسبهم ازاي بعد كده. تعالوا نشوف هنحسبهم ازاي الغرز بتاعتنا. لما يبقى عندي معلقه، اول حاجه عندي ال 20 سم دي لغرزه البدايه، اول حاجه بحسبها في الخيط. تاني حاجه في الخيط، انا قلت ال 50 سم ادتني 10 سم، يبقى انا محتاجه ان انا اضرب في الغرزه المربعه كام؟ 5. يبقى الغرزه المربعه بضربها في 5. يعني مثلا لو عاوزه المعلقه بتاعتي متر، يبقى المتر اضربه في 5 هيديني 5 متر تمام. 5 متر هضيف عليها ال 20 سم بتوع البدايه، يبقى كام؟ يبقى 5 متر 20. طيب 5 متر 20 زائد كمان لو انا عايزه اضيف شراشيب، لو هضيف شراشيب يبقى اقيس طول الشراشيب مثلا اللي انا عاوزاها. يعني مثلا لو انا عاوزه الشراشيب بتاعتي، الشراشيب بتاعتي مثلا 30 سم او 15 سم او 20 سم، ايا كان الطول اللي انت عاوزاه. يبقى 5 متر زائد ال 20 زائد ال 30 سم هتبقى 5 متر وايه؟ ونص. دي بغرزه البدايه، والغرزه المزدوجه نفس الموضوع. زي ما انتوا شايفين كده الغرزه المزدوجه ال 50 سم ادتنا كام؟ 12 سم. ال 12 سم دي بس عشان انا وفرت في الخيط اللي في النص، يبقى الفرق ده جه في الايه؟ من الخيط اللي في النص، برضو بضربها في 5 سم. يبقى انا قلت هنا بقى ايه؟ ان الغرزه المربعه بنضربها في 5. المعلقه بتاعتي لو عاوزه طولها كله 2 متر بضربها في 5، لو عاوزاها متر بضربها في 5 تمام. طيب لو انا عاوزه المعلقه بتاعتي النهايه بتاعتها متر، فهضربها في 5 هتديني كام؟ ال 5 متر زي ما احنا قلنا. ده طول الفرد، ده طول ايه؟ الفرد، فرد بس تمام. طيب احنا قلنا ان الحبل اللي في النص بنثبته على طول المكرميه، يعني انا عايزه، انا قلت اهو المعلقه بتاعتي انا عاوزاها متر فهضربها في 5، يبقى الفرد 5 متر زائد المتر اللي في النص اللي انا مثبتاه، يبقى كده 6 متر. 6 متر زائد ال 20 سم بتاع غرزه البدايه زائد الشراشيب، لو انا عاوزه مثلا شراشيب 30 سم يبقى كده هتديني 6 متر، عايزه 6 متر ونص. لما خدنا مقاسات الغرزه المربعه والغرزه المزدوجه بطريقه المفرد والمجوز، عشان الناس اللي بتحتار ده طول فرده بس في الخيط ولا الفردتين، فانا عملت لكم كده مجوز ومفرد. اتمنى المعلومه تكون وصلت، واللي ما اشتركش في القناه ناوي ينورنا بالاشتراك في القناه، وكل الاعمال ديت عملناها مع بعضينا على القناه، يا ريت تتفرجوا عليها، وهنكمل الغرز ان شاء الله وطريقه المقاسات بتاعتها في فيديو تاني. انتظروني، باي باي.